احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، احيانا تتملكنا عادات عجيبه تقر في اذهاننا انها دين او انها من صميم الدين، وان الذي يغيرها انما يتمرد على الدين. يعني بعض الناس يثبتوا امور صارت عندهم كانها عقيده، وهي للاسف الشديد ليست من دين الله في شيء. مثال، اضرب امثله. اشاعوا بيننا مثلا ان صوت المراه عوره، وليس هناك نص يقول هذا الكلام الا اذا خضعت بالقول، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. اما صوت المراه، كانت النساء يسألن النبي صلى الله عليه وسلم ويجتمع بهن، يقول ليوم اثنين يعطيهن درسا، وتصدقن معشر النساء، فكانت تخلع أقراطها ومجوهراتها وتسقط في حجر بلال حتى يكاد يعني لا يحمله من ثقل ما جمع رضي الله عنه. يعني إذا قضية أن صوت المرأة عورة دي نقطة. النقطة الثانية، تجد أن رجلا يغضب زوجته، اول شيء يعمله زي في الفيلم كده، تروح واخده شنطه ثيابها وتروح على بيت ابوها. الله، هل هذا من دين الله؟ هذا ليس من دين الله بشيء، لا من قريب ولا من بعيد. ليه؟ لان المراه لا تخرج الا بعد ان تنقضي عدتها ويكون لها بيت، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرج. اما هي لو طلقت المره الاولى، المره الثانيه تنتظر في البيت الى نهايه العده. اذا نحن يعني سبحان الله العظيم قر في اذهاننا اشياء معينه من العادات التي صيرناها دينا. ساعه الغروب في نهار رمضان، اول ما يقول الله اكبر، الانسان ممكن ان ياكل ويشرب. لا، ده في ناس يقول لك لما ينطق بالشهادتين او يقول حي على الصلاه او ينتهي الاذان. يا ابني، هو لما قال الله اكبر معناها ان الشمس قد غربت، وما دام الشمس غربت اليوم سبحان الله العظيم. طيب، سوء اللبس ده جاي منين؟ جاي من ثلاث امور. الامر الاول اننا ما جلسنا بين ايدي العلماء لنتعلم منهم الدين الصحيح. الامر الثاني، انا وجدنا اباءنا على امه، ابويا بيعمل كده وامي تعمل كده وجدي وعمي، فنظنيت ان الدين بالوراثه، والدين ليس بالوراثه، الدين بالدراسه وبالتعلم على يعني من بطون الكتب ومن افواه العلماء. الامر الثالث، أننا نستحي أن نتعلم. لك عيب علي أنا رجل سن 50 سنة وأسأل الرجل يقول لي ردد أمام التشهد اللي نقوله في التحيات أو التحيات لله، إذا إيه الصيغة؟ لا لا، عيب. معقول أنا رجل في هذا السن ورجل أستاذ ورئيس قسم مش عارف إيه أسأل عن كلمة قل هو الله الله الصمد، أسأله عن الصمد؟ لا لا لا، عيب. أنا لا يعني أتنزل من علياء العلم. الله، ما كده، هذا هو الجهل المركب، هذا هو الجهل الايه المرق. انما الرجال اربعه كما قال علي، رجل يدري ويدري انه يدري، ورجل يدري ولا يدري انه يدري، ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري، ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري. من الاول، رجل يدري ويدري انه يدري، انسان عالم وواثق من علمه، هذا عالم فاتبعوه، يعني واحد عارف هو بيقول ايه، دارس كويس، هذا عارف التربية. ورجل يدري ولا يدري انه يدري، رجل علامة ولكن ما عندوش المقدرة لإيصال المعلومة للغير، هذا صالح فصاحبوه. طيب، ورجل لا يدري، جاهل ويدري انه لا يدري، يعني هو الرجل يعني فاهم انه فعلا حدوده في العلم محدودة، هذا جاهل فعلموه. الرابع، لا يدري ولا يدري انه لا يدري، جاهل وجاهل انه جاهل، يعني ولا يدري ولا يدري، هذا يعني يبتعد الانسان عنه. فانا العجب ان رب العباد من رحمته جعل لنا هذه العبادات عشان نكون موصولين به باستمرار. ازاي يعني؟ عرف ان الانسان اخذ وراثة عن ابيه ادم انه ينسى وليست له عزيمة، ينسى وليست له عزيمة، فجعل الصلوات كل كم ساعة عشان العبد يذكر رب العباد عز وجل.
كل مدة كم ساعة، صلي الفجر وبعدين يجي عصات الظهر وبعدين بعد ساعتين ونص ثلاث ساعات العصر وبعد ساعتين ونص أو ثلاثة المغرب وبعد ساعة ونصف العشاء وهكذا، يذكره به دائما. طيب وبعدين غير ممكن ايه؟ طب ما الصلوات دي من غير علم ما تذكره. طب يعمل ايه؟ يروح يوم الجمعة يطلع الإمام على المنبر يخطب يذكر الناس. وبعدين قال لا ده في بقى شهر يتشبه فيه بالملك، معنى في الصلوات كالملائكة، حتى قال بعض أهل العلم أن ربنا لما جعل الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع قالت الصلوات نفسها إما ركعتين أو ثلاثة زي المغرب أو أربعة زي الإيه العشاء، قال فإذا قبلت مني الصلاة كأني في الصبح كأني ملك بجناحين، وفي صلاة المغرب كأني ملك بثلاثة أجنحة، ظهر والعصر والعشاء كأني ملك أصحب إيه أربع أجنحة سبحان الله. فرب العباد عز وجل سبحان الله من فضله وكرمه وجوده أن جعل الصلاة داخل الصلاة أنا ملك من الملائكة، الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يفطرون ويذكرون الله ولا يعصون الله ما أمر ويفعلون ما يؤمرون. أنت في الصلاة هكذا تصنع، لا تأكل ولا تشرب ولا تفطر سبحان الله وتفعل ما تؤمر، بكل الصفات دي أنت في الصلاة. نجي في الصيام شهر كامل الأكل أمامك والغرفة مغلقة ولا يراك أحد، ولكن من كرم الله سبحانه وتعالى لا تمد يدك تراقب، بل بالعكس تيجي أيام العيد يحصل لك حاجة عجيبة دون ما تاخد بقى. أول يوم العيد الساعة 10 الصبح يقدم لك كوب ماء أو كأس شاي أو فنجان قهوة، تتردد يدك أن تاخدها، يدك تتردد. أو هذه حكمة الصيام تكمن هنا في التردد في الامور، ما تاخدش ما تهجمش على الشيء مره واحده، حتى في الايه حتى في الحلال مش ضروري يعني تهجم مره، استنى الاول راقب شوف ايه الموضوع سبحان الله. ما الذي اريد ان اقوله؟ اريد ان اقول اننا يجب ان نتعلم وان نسال العلماء الفاهمين الربانيين ولا نستحي. شو ده والله عيب اساله يعني ايه يعني مثلا ذلك الكتاب ولا ريب وما بينه، هي واضحه. لا يا اخي مش من بين من اللي قال سبحان الله العظيم، يعني انت لماذا تستحي ان تسال؟ انت مكسوف من ايه؟ والله ان رجلا فاضلا عميد احدى الكليات اتصل بي ابني في صف الثالث ابتدائي سالني سؤال، قل هو الله احد الله الصمد. يعني ايه الصمد؟ قلت يا ابني والله انا ما اعرف، استنى ما نسال الشيخ. فشيء شيء جميل، لكن ممكن يقول ايه انا رجل عميد الكليه ورجل كيميائي من الدرجه الاولى ورجل كذا، لا ابدا بالعكس. لم يمنعه تواضع ان يسال وعرف الصمد هو المصمود في الحاجات كلها، اي ان كل الخلق يحتاجون اليه ولا يحتاج هو الى احد، هذه كلمه الصمد. فعرف الرجل وقال سبحان الله. فاذا الانسان لا يستحي ان يسال سبحان الله. الرجل يصلي عند عمر رضي الله عنه فقرا عمر على المنبر وفاكهه وابى، اعراب الجالس، قال يا امير المؤمنين ما الاب؟ قال هيه هذه في القرآن. يعني عمر ارتج عليه لم يعرف المعنى مش يفتي وخلاص. قال هل في المسجد من يجيب الرجل؟ قال ابن عباس يا أمير المؤمنين الأب الحشائش التي تأكلها الأنعام، أما قال رب العباد بعدها وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، الفاكهة لنا والأب لأنعامنا. الله أكبر. إذن عمر بسؤاله اتضحت القضية وشفاء العي السؤال. فأنا لا أستحي أن أسأل ولا أستحي أن أتعلم، وإذا استحييت من العلم صرت متكبرا وصرت رهين الجهل ورهين الكبر، تبقى مصيبة، يبقى رهين المحبسين، جهل وكبر كارثة. فالواجب أسأل وأستفهم، والإنسان لا يستحي أيا كان. وعظمة الإسلام أن أي سؤال فيه إجابة في الإسلام غير المذاهب الأخرى التي يقال له اخلع عقلك خارج المعبد وادخل، ولكننا نقول اخلع حذائك خارج المسجد وادخل، شتان بين من يخلع عقله ومن يخلع نعله. في فرق كبير. كبير. الإسلام يخاطب العقل، افلا يعقلون افلا يتدبرون، في ما فيش كلام كده خذ الامر وخلاص، لا، لكل شيء هناك حكمه، هناك حكمه عجيبه سبحان الله العظيم. يعني نحلق شعر المولود سبحان الله ما يجيلوش قشر لما يكبر، نحنك الولد لما 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 يولد في اليوم السابع يسرح في ايه انبات الاسنان، لا اله الا الله، النستاك السواك يختلط
مادته مادة البكتين مع اللعاب بيكون مادة جديدة قاتل على قتل كذا وكذا من الايه من البكتيريا الضارة بالجسم. سبحان الله، ما امرنا بشيء الا وفيه منفعتنا، وما نهانا عن شيء الا وكان فيه مضرة اذا 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 اخذنا وارتكبنا هذا المنهي. فاذا رب العباد عز وجل انزل هذا الدين، بس المهم ايه؟ نسأل ولا نستحي. انا ليه استحي؟ بالعكس، الانسان يعني يولد جاهلا ويظل يجهل حقائق كثيرة من الامور، ولا يعني سبحان الله العظيم، يعني كان ابن عباس رضي الله عليه يعلم ان الحديث عند فلان، يذهب ويجلس على عتب الدار لا يزعج الرجل حتى يخرج الرجل للصلاة، ويقول ابن عباس الرمال تأتي بالرياح، الرياح تأتي بالرمال في أذني، فأضع عباءتي على رأسي حتى يخرج الرجل صاحب الحديث. يقول ابن عباس، يقول نعم، ما الذي أتى بك؟ جئت سمعت أن حديثا عندك تعرفه. يقول له، ولماذا لم تبقى وأتي إليك أنا؟ يقول لا، إن العلم يؤتى إليه ولا يأتي العلم لأحد. الله. وقال ابن عباس، ذللت طالبا فعززت مطلوبا. الرجل الاعرابي دخل عليه كده لزحمة في المسجد، وكان اول دخل الاسلام وراح يحج، فبعد ايام من وجد واحد قاعد كده يعطي درس. قال من هذا؟ قالوا هذا ابن عباس. قال من ابن عباس؟ قالوا هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبر الامة وترجمان القرآن واعلم الناس بكتاب الله. قال ويستفتى؟ يعني اهل الفتوى يعني عنده اجازة علمية في الفتوى؟ ضحك الناس قالوا نعم. فالى ان وصل ابن عباس من الازدحام نسي اسمه، فقال الاعرابي من جلافة الاعراب، يا هذا انت يا اخينا، قل لي شيئا في الاسلام. هو لسه داخل الاسلام جديد. قال ابن عباس مبتسما، او اقرأ عليك شيئا من القرآن؟ قال او قد انزل الله على نبيه قرآنا؟ يا خبر ابيض، هو الدرجه دي؟ قال اقرا. قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال كفى ورجع الى بلده. عجب موضوع الحج، رجع السنه اللي بعدها وجد نفس المنظر. ابن عباس من هذا؟ قال ابن عباس قابلته عام اول. قال ابن عباس، عرف اسمك، سالتك عن الاسلام عام اول، فقلت لي من قران انزله الله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي السماء رزقكم وما توعدون، علمني شيئا اخر. قال ااكمل لك؟ قال اولها من تكمله؟ قال نعم. قال فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. فقلب الاعرابي كفيه وقال بتفهم عجيب وتدبر اعجب، من اغضب الحليم حتى يقسم؟ يا الله، من اللي اغضب الحليم ان يقسم فورب السماء وانه لحق، واحنا عارفين انه حق. فانظر الى فهم الصحابة وهذا الرجل الذي صلى خلف ابي حنيفة وقرأ ابو حنيفة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء من الله نكالا من الله والله غفور رحيم. اخطأ ابو حنيفة، والله غفور رحيم. فقال الرجل الاعرابي والله عزيز حكيم. فصحح ابو حنيفة نهايتها عزيز حكيم. فانتهت الصلاة، قال ابو حنيفة جزى الله خيرا من ردني. العربي فرح، قال انا. قال اتحفظ القرآن؟ قال لا. اتحفظ الصورة؟ قال لا. الآية؟ قال هذه اول مرة اسمعها. يا الله، اول مرة تسمعها ورب العباد سبحانه وتعالى يعني نهاية الآية عزيز حكيم، ما الذي اعلمك ان عزيز حكيم وليس غفور رحيم؟ قال لو كان نهاية الآية غفور رحيم لما حكم على السارق بقطع اليد، لكن لما عز في عليائه حكم على السارق بقطع اليد، فسياق النص يقتضي عزيز حكيم وليس غفور رحيم. انظر الى القلوب لما تكون اواني صافية، لما تكون مستقبلة، لما تكون القلب ده مش غش ولا حقد ولا حسد ولا ضغينة، ولكن فيه الخير كله وفيه حب الخير والخشية من الله. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما وانفعنا بتنا يا رب العالمين. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.